وإذا كان البريء يتهم فهو تسلي عليك. إذا أصابك ما أصابك إنك أنت تصبر. عشان كده قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طيب الآيات في سورة الأعراف ربنا ذكر لنا ندائين دل يوم القيامة. النداء الأول قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. العلماء قالوا كما قال ابن كثير هذا النداء هو نداء تبكيت. كلمة تبكيت دي معناه زجر، كأنه تأديب، كأنه إهانة وغيظ ليهم. ما خلاص الموضوع اتكشف. زمان في الدنيا المسألة ما كانت شنو دي العاملين فيها شطار الكفار استهزؤوا بالمؤمنين يلعنوهم ويأذوهم، لكن بعدين المسألة اتكشفت كويس. ربنا قال إنه كان فريق من عبادي، كلام ده زلة وإهانة لهم، ما عندهم مصلحة فيه. لما شافوا العذاب وضاقوا ربنا قال لهم ذكروا زمان، قال لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الحصل شنو؟ قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم، يعني من شدة ما بتستهزئوا بالمؤمنين وبتهينوهم لحد ما نسيتوا اللي ربنا نزلوا عليكم، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. دي كانت الدائرة ليكم، استمتعتوا في الدنيا، استمتعوا بالشرك، استمتعوا بالضلال، استمتعوا بمعصية الله، استمتعوا بأذية المؤمنين. لكن بعدين شنو؟ قال إني جزيتهم للتانين مؤمنين إني جزيتهم اليوم، جازاهم الليلة بشي عملوا زمان، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. لأنه أنت الطاعة دي دار صبر، أنت عشان تقف في أمر الله تمام دار صبر، ما بتقدر على سايد. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا منهم أئمة، أئمة يهدون بأمرنا. ابن القيم قال بشرطين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر ويقين، لأن الصبر ما بتقدر عليه إلا باليقين. أنت قال الصبر ده سهل؟ الصبر ده دار يقين بالبعدين. لما يكون عندك يقين إنه اللي بيصبر بيلقى الجنة، بيلقى النعيم المقيم تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى يسقون فيها من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انت داير يقين بالبعدين بتاع يوم القيامة باللي بيحصل هناك عشان تقدر تصبر في الدنيا كويس. فديل بينادوهم أهل الجنة، نادوا أهل النار، قالوا لهم شنو؟ قالوا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله وعدنا إنه اللي بيؤمن ويموت مسلم، ربنا قال إنه من يأتي ربه مجرما البغادي فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وعد من الله، وعدل وعدل. فقاموا قالوا لهم إنا قد وجدنا، شوف كلام محقق، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هم طبعا المؤمنون
عارفين انه حصل. سألهم خزي لهم ونكاية وذلة وإهانة لهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فاليوم الذين آمنوا، ما كان بيضحكوا ذلك زمان، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، بيستهزئوا بهم كده ويلعبوا وهينوم. لكن بعدين اللي بيحصل شنو؟ الله قال فاليوم، ده يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ونحن عندنا بالبلد كده بيقول لك اللي بيضحك اخير بيضحك كثير، والضحكه السمحه الضحكه الاخيره. لكن ممكن يضل يضحك زي ناس الكوره، ممكن في دوري 16 الواحد تلقى غلب مره مرتين وفرحانين اوه غلبنا وبتاع، ده دوري 16 ده لسه. لما تجي دوري الاربعه لسه، لما نيجي بعدين هناك الفاينل لاعبين فريقين، اللي بيفوز منهم ده في الناس الكوره ده الضحك اخر واحد، ده اللي استفاد، البقيه ده كلهم منتهوا. يقول لك كاس العالم سنه كذا في كوريا فاز به البرازيل، بس ده كلهم ما بيذكرهم، ما ديرك في الاول انتهى الموضوع، كلهم موضوع انتهى. عشان كده ربنا قال لك فاليوم، وده اليوم النهائي، ده الخلاصه خلاص، الفات ده كله بيروح في لحظه كله. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ لبثتوا قاعدين كم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. الدنيا دي انت لو عارف قيمتها ما بتشتغل بها كثير. شوف الكافي يعيش سنين، يجي يوم القيامة إن لبثتم إلا يوما، وقال أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ربنا قال ده أمثلهم طريقة، أكثر ذو القدر تمام، إلا لبثتم إلا يوما. شوف بالله متعة وعمارات مبنية وزلط ماشي ونفق بيتحد وطيارة ماشية بيفوق يا زول، برنامج وحريم ومريسة، برنامج طويل ده كله انت عارف يختصر لك في شنو؟ إلا لبثتم إلا يوما، يوم بس، كانوا يوم واحد. شفت كيف؟ والله ده كلام عجيب. عشان كده قالوا لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا صحيح؟ الله ما وعدكم، الله قال لكم في سموم. السموم لقيتوه ولا ما لقيتوه؟ سموم الهواء الحار، في سموم وحميم مويه حاره وظل، الظل بتاعكم من يحموم، يحموم دخان لا بارد ولا كريم. لقيتوا قولون ده كله؟ عشان كده اليوم ده قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، بعينوا لهم من فوق فوق، وعلى الأريكة. الأريكة دي طبعا قمة المتعة، لما انت تكون قاعد في الأريكة ما زي الزول لما يكون نايم، النايم ده ما فتران داري نوم، والمصنقر على حيله ده ده ما منزعج كما قال ابن القيم. لكن ربنا بيوصف اهل الجنه قال متكئين فيها على الارائك. متكئ ده معناه بمزاج، بمزاج كده. تعرف حبوبتك لما تكون القهوه ظبطت لها في مخها تمام بمزاج، بتنتكي لها بتشربها كده عليك كوعه، شفت لو كوعت لها معناها دي ظبطت معاه 100%. عشان كده ربنا قال على الارائك يعني لهم من فوق ينظرون، وده نوع من نعيم اهل الجنه، نوع من نعيم يعاينوا لعذاب الكفار. تشوفوا ما كان مازيك في الدنيا، ما كان مازيك، الله بمتعك بعدين تعاين له الكلب، تعاين له يتهدب جوا جهنم لانه كان مستمتع زمان، ما هو ما بيلقى هنا الاثنين. ولو كان مستمتع بالحلال الله بيديه للاثنين. شو ربنا كريم كيف؟ الله ما فتح لك باب بتاع حلال تتمتع به، لكن تستمتع بالحرام وتستمتع بالشرك، بالشرك. انا مستغرب والله يا اخواننا، الشرك ده انا ما قال اصله ذول بيستمتع به، لكن القران قال كده ربنا قال
قال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. لكن المشكلة وين؟ قال فسوف يعلمون. أكفر ساي يغالطوا كمان، مش كفر، كفر غلاط ويعاكسك انت ده. والغريبة يطلعك انت مجرم، انت ادعيت للتوحيد واللي علمته العقيدة يطلعك مجرم، يقول لك بناديهم. يا أخ ما تناديهم، بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم. أها، وكمان يشغل أخوه معاه وقوم يا أخي ناديهم لي أهل الله البزيل البي. ده كفر، ده لو بزول قال لك ما كفر إلا ما قرأ القرآن ولا مستهبل، واحد من اثنين، يا ما قرأ القرآن يا مستهبل. شوف ربنا قال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، لكن المصيبة وين؟ قال فسوف يعلمون بعدين. عشان كده لما سألوهم السؤال ده، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم في النص، اللعنة الله على الظالمين. شوف الأذى بتاعهم، عذاب في الجسم وأذى بيسمعوه سماع، أذانهم دي ما مرتاحة برضو. عشان كده أهل الجنة ربنا لما ذكر نعيمهم قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لأنه في أذى في السمع ده. أصل لما يكون جيرانك الساكنين جنبك نباحين بكوركو بالليل وبالشكله، المرة شال لها كمشة والراجل شال له عود كركة وكركة والليل كله، ده أذى ولا ما أذى؟ تمشي تفتح فيهم بلاغ؟ والله ممكن تفتح فيهم بلاغ، تقول لسه سبب ولا إزعاج؟ ده إزعاج. عشان كده ربنا قال لك في النعيم أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أما ديرك من نوع العذاب بتاعهم شي بيسمعوه؟ بيسمعوه سماع. اللعنة الله على الظالمين. أتخيل معاي هو مكمود جوا العذاب وبعد بينادي له منادي من برا، لعنة الله على الظالمين، أنت ملعون، يعني ما في أمل. لو سكتوا منهم ساي ممكن يظنوا إنه في أمل إنه يمرقوا، لا 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 لا. قال لعنة الله على الظالمين. أيوة، جاك بعد ذاك النداء الثاني، كده كلام أهل الجنة ما انتهى، جاء كلام أهل الأعراف وكده كلام طويل. نجي للنداء الثاني عشان نختصر الكلام كويس. قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، دار موية، أو مما رزقكم الله، قالوا من الأكل، دار طعام، يعني يا موية يا أكل، ادونا أي واحد من الاثنين دين كويس. عشان كده ابن عباس رضي الله عنه قال أفضل الصدقات الماء، أفضل صدقة الموية. ليه قال؟ قال لأنه أهل النار أول حاجة قالوا دارين دارين موية، دارين موية يروبوا بها، لأنه هناك ربنا قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء مالو كالمهل، كالمهل يشوي الوجوه. الواحد لما يجي دار يشرب الجلد حق الوش بيقع في الإناء بتاع الموية. إخوانا كده عليك الله بالمنطق، زول بيقرأ الكلام ده ما بيفطر يعمل حسابه؟ بيفطر يعمل حسابه؟ بعد ده يجي واحد غلطك غلط ويقول لك يا مولانا ما تعمل لنا غلبة وتقول لنا شرك وما شرك، شرك ده ذاته ما في، قالوا هسه دي آخر ما طلعوا بيها الدجالين الشغالين في التلفزيون ديل، قالوا شرك ده ما في ذاته ما في. يا زول واللي بيسووا فوتو ده شنو؟ شرك ما في؟ واللي قاعدين في حمد النيل ده اللي بيسووا في شنو؟ ها؟ هسه باقي لك ابو جهل كان جه وخش حمد النيل دي هيحس بنفسه غريب؟ ما ديل جماعته ولا جماعته وين يعني هم؟ كويس يا ناس. يا اخي الشدة الشدة ما بقدر اتحمل والله. فقال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله.
ببساطة قالوا لهم إن الله حرمهما الاثنين الموية والأكل، إن الله حرمهما حرام على الكافرين. يا توم يلا خذ بالك الآيات الجاية. عشان كده سبحان الله القرآن ده عجيب، ما خلى حاجة ساي. يعني عشان ما يجي يقول لا ولا يتغشينا، تخيل يتغشينا، ما تغشيت، واضح الكلام ده. ربنا حرمه على منو؟ على الكافرين. يا توم ديل قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين له والدين لعب، لعب إما تلاعب في حد ذاته، تلاعب زول بيجي دينه يرقص ويغني، أو تلاعب بالأحكام، تلاعبوا بأحكام الدين الإسلامي كله يدخل. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، قال لك فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. لحظة، الجزاء من جنس العمل، زي ما هم نسوا في الدنيا اتناسوا أمر الله اتجاهلوا، ننساهم كما نسوا، نفس الشيء، ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بالله شوف الآية البعدية، قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. العلماء قالوا دي من أقوى الأدلة الآية دي على الرد على أهل البدع كلهم. النوع اللي بيجي بيقول لك لا لا يا أخي نحن ننظر ونزيد ونضيف، لا، ربنا قال لك جبنا لك كتاب فصلناه مفصل، ومش مفصل ساي، قال لك على علم، يعني اللي نزل الكتاب ده يعلم خلقه ويعلم ما يحتاج له ويعلم الكلام اللي بيفهموه. عشان ما تقول لي آه في غموض ودي انا ما فاهمها ودي ما واضحه لي، لا، الغموض ده الا احتيال منك، او انت لسانك ما فصيح، او لما فيك شيخ دق فيك مقلب، فهمت؟ ممكن يغشك واحد، زي ما جاء واحد قال داري حلل لهم، قال تنادي الصالحين وتنادي الاولياء تندهوا يا فلان تلحقنا. اتخيل دليل شنو؟ ها؟ قال يوسف عليه السلام في الدعاء بتاعه، ان شاء الله شيخ محي الدين حيجيو حيجي يكلمنا عنه في الخطبه الجايه ان شاء الله، لما في اخر الكلام قال ها؟ قال فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين، الحقني يعني الحقني بهم، اضيفني لهم، اضيفني للصالحين، ده معنى الايه. ده قال والحقني بالصالحين، الحقني، قلت تقول القران نزل بلغه الدناقله ولا اهلكم ولا اهلنا ولا الحقني بالصالحين، ها الحقني بهم يعني يجدوني ويلحقوني. اصل ده ضر جماعته بس ضرهم ودق فيهم مقلب. يعني هسه معقول اكون انا ها عقيدتي بانيه على آية قريتها بالدارج السوداني، أقرأ بالدارجة السودانية وأضل بها أنا؟ ضللوهم، ضروهم، ضروهم ضرر شديد، وخلوهم الواحد ماسك في عقيدة شيخه وماسك في عكازه، العقيدة والعكاز، عقيدته دي في قلبه جوا، والعكاز ده لكتة، أقرأ جلنهم. دي مساجدنا للأسف الشديد، دي مساجدنا، مساجد المسلمين يا ناس، مساجد المسلمين، ها؟ العقيدة الخربانة محمية بالعكاكيز وبالقرج، تتلف وتدور بتدوق قرجة بتعرف الحاصل كويس، دي المشكلة، ده الحاصل، تمام؟ والله مصيبة يا أخي، يا أخي ربنا قال ولقد جئناهم بكتاب فصلنا، مفصل، مفصل أي شيء. علم الغيب ده يا أخي آيات كثيرة تكلم عن علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، مفصل، دي من ناحية لغة عربية الآية دي، ها؟ أقوى أنواع الحصر المستخدم بصيغة النفي والاستثناء في الآية دي، أقوى أنواع الحصر، ها؟ يعني ما في طريقة لزول يقول بيعلم، بعد يجي واحد يماغي لك، أبويا الشيخ بيعلم الغيب، يا أبوي، الآية دي الله قال لك فصلناه على علم، مفصل، واضح، مبين، بعده يدخلوا. وإذا كان، شوف يا إخواننا، إذا كان البشر ديل
أبكراعين ذيل. إذا كان كلام الله لفه لفه كلام الله المحكم، الله قال لك محكم يعني هسه زي بيتك، بيتك المحكم ما في طريقة تفتح، محكم كويس. بعد ده كلام الله غيروا المعاني، لخبطوا المعاني، ها لوسوها، دخلوا الشرك وكتاب نقي ما دعا على شرك، كتاب صافي يا محكم. مع ده إذا كان كلام الله سبحانه وتعالى غيروا معانيه، بدلوها، حرفوها، فمن باب أولى كلام غير الله سبحانه وتعالى، من باب أولى يجي يحرفوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويدسوا أحاديث موضوعة وباطلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويغيروا معاني، ومن باب أولى كلام العلماء المن دونهم، لأنه كلام العلماء ما محكم زي كلام الله، وله كلام متقن زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ضلوا شكد ربنا قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية الأخيرة الدار قف عندها، شوف بالله الكلام ده كيف قال، هل ينظرون إلا تأويله. ما هو الناس السمو شكلين، ناس الشرك بيجاي شكلها مدورة، ناس التوحيد بيجاي، الكفار بيجاي، المسلمين بيجاي، أهل البدع بهنا، أهل السنة بهنا، الناس مشكلين. الله قال لك هل ينظرون، يعني انتظروا، هل ينظرون إلا تأويله، يعني ينتظروا كده لحد ما يقع لهم الشيء اللي بيتكلم، يعني تأويل القرآن حقيقة ما يقول إليه الكلام، بعدين ديل كوم خشوا الجنة وكوم بجا خشوا النار. دخل وقت ذاك ربنا قال يقول الذين نسوه، الناس الزمان، يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. قد كلام محقق، قد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن هل بنفعل الاعتراف في وقت زي ده؟ بعد ما خلاص الشغلان انتهت، بعد ما تورطوا قالوا والله يا أخي اعترفنا الليلة جاءت رسل ربنا بالحق. قالوا دارين واحدة من اثنين، دارين حاجة واحدة من اثنين، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ في حد يشفع علينا؟ ما في، مشرك شفاعة ما في، انت موحد، كنت تكون عندك جرائم تانية ومصايب، ظلم، كذب، تعدي، أكلت حق ناس، أي شيء حرام، نسوان، معاصي، وحاجات دي كلها، دي في شفاعة، ممكن تطلع بالشفاعة وتنجو، ممكن ما تخش النار ذاته، ممكن تخش النار وتمرق منها كده، في طريقة. أما التانين ديلك قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ الإجابة ما في شفعاء. أها الحاجة الثانية دارينها شنو؟ قالوا أو نرد نرجع تاني فنعمل غير الذي كنا نعمل. يا طيب أما ما في شفعاء رجعونا نعمل صالح تاني من جديد، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ربنا قال قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن يا أخواننا خلاص الكلام، الآيات دي فيها موعظة، وانت لما تقرأ القرآن ما تقرأ قراية الجرائد يا أخواننا بس، قراية دار تمشي، أقرأ أتأمل، أتدبر القرآن، أقيف مع معانيه. ابن مسعود رضي الله عنه قال تدبروا القرآن وحركوا به القلوب، قال لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. التمر الكعب تشيل التمر الكعب بيجدعه، ما تنثروه نثر الدقل. قال قفوا عند معانيه وحركوا به القلوب. أتأمل كتاب ربنا سبحانه وتعالى تلقى فيه الفائدة الكثيرة. أنا أكتفي بهذا القدر وأشكر تاني الشيخ محي الدين جزاه الله خير. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.